هذا وتتواصل فعاليات قوافل الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بعدة مناطق بالجمهورية، وتشهد هذه الفعاليات توزيع المساعدات العينية على الأسر الأولى بالرعاية. احنا بنعمل قوافل جمعتين في الشهر. القوافل دي بتكون مشتمله على براعم توزيع شنط، توزيع اجهزه، في مثلا بيت فيه حاجه منهاره او كده بنصلحها وهكذا. ده اللي احنا بنعمله في القريه. بيكون معانا طبعا مسؤولين بيكونوا مسؤولين عن المتطوعين اللي بيجوا لنا من مختلف الشباب اللي في المحافظه عندنا. كل قافله بننزل فيها بننزل قافلتين على مدار الشهر، تمام. بيكون عندنا في توزيع الشنط الغذائيه دي 250 شنطه، وبيبقى عندنا حوالي بنساعد 20 اسره باجهزه. الاسره ممكن تاخد جهاز او اكتر او ثلاثه على حسب مثلا احتياجها. احنا اساسا كذا، يعني احنا كذا تخصص، عندنا محو اميه بنعلم الناس القرايه والكتابه واللغات والرياضه وهكذا. عندنا براعم دي بنجمع زي مجموعه من الاطفال ونبدا ان احنا نعلمهم سلوكيات الصلاه والصوم. احنا بالظبط لما بنيجي ننزل كجمعيه رساله بنتعاون مع جمعيات خيريه بتبقى موجوده في القريه، تمام. بننزل اول حاجه نشوف الجمعيه ديت الورق بتاعها مظبوط، ان هي مسجله في تبع وزاره التضامن الاجتماعي. بعد كده بنبدا نشوف الاسره اللي عندها، بنعمل لها استكشاف مبدئي، نشوف نسبه استحقاق الاسره هي فعلا مستحقه ان احنا نساعدها ولا لا. يوفقكم شر المرض ويذكر جمعيه الرساله ويبارك فيكم يا رب. زي ما جابوا لي لحد البيت وغنوني وبسطوني، جابوا لي غساله، ما كانش عندي غساله، بنغسل المغزه لابون طشتها في الحمام. بنعمل ايه؟ بنعمل عدد وجبات على عدد الاسر المستحقه للشهر دوت. يعني احنا لينا عدد اسر في على مدار الشهر، يعني في الشهر دوت هنعمل 250 اسره، 250 فرد ل 70 اسره او 80 اسره. الوجبات اللي احنا عاملينها النهارده عاملين كفته وعاملين رز وعاملين سلطه وبنعبي فاكهه يعني وكده. احنا بنعلمهم القراءه والكتابه والحساب، بس الفكره ان هم بيكون مستوياتهم مختلفه، يعني في ناس مثلا عندها حصيله من الحروف وفي ناس تانية لا بيكون لسه من الاول خالص مش عارفين يمسكوا القلم او مش عارفين الحروف وكده. فاحنا بنبدا معاهم بنقسمهم لفصول، الفصول اللي هي مش عارفين حاجه خالص بنبدا ندخلهم فصل مع مدرسه متخصصه في دوت. بالنسبه للفصول التانية اللي هي عارفين بعض حصيله الحروف وكده بنبدا نديهم حاجات متقدمه اكتر ان هم يكونوا كلمات ويكتبوا. بنعلمهم ان هم عندهم ثقه في نفسهم، يبقوا بيعرفوا يعبروا عن نفسهم، عندهم ثقه وان هم يقدروا يتكلموا كده ويعملوا. كمان بنعلمهم يعملوا ورش يساعدوا نفسهم من هم صغيرين ان كل حاجه يحافظوا عليها وكده.